السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في تطبيق جدوى جداول البيانات او جوجل شيت. الاول هندوس على الزائد اللي تحت دي، هتعمل معانا وبالشكل ده. هنيجي هنا كده على اول خلية، سوري صح كده، فوق كده هندوس على لون التعبئة ونخليه اللون اللي احنا حابينه كده وندوس صح. وبعديها اما هنيجي نكتب، هكتب URL صح، ومن فوق حرف الايه ده برضو نخليه ابيض وفي النص عشان نديله احسن شكل. هنيجي هنكتب هنا بقى QR code وهنكتب سوري، هندوس صح ونفس الخطوات هنغير منها اللون والشكل كده. هنيجي هنا وهكتب لينك فيديو يوتيوب بتاعي ده كده. لما دوست صح اهو كده لقيته كبير، هعمل ايه برضو من نفس العلامة وهنصغر كده لحد اما هو يجي كده في مقاس الخلية بالظبط. وهنيجي هنا وهنكتب الدالة دي اهي، مكان كلمة الخلية هنمسح وهكتب اسم الخلية بتاعتي. طيب انا بعرف اسم الخلية ده منين؟ العمود اللي الخلية مكتوبة فيه فوق كده ايه واليمين تبقى مظللة على 2، يبقى كده هنكتب A2. طيب لو مثلا C ومظللة على 7 يبقى C7 اي حاجة. فانا عندي A2 وهو ده كده شكلها. وانا عايزه اجيب لكم الداله الكامله كده، هي دي الداله. وهنقوم دايسين صح، جاب لي اهو QR code. انا عايزه اكبر اكتر حاجه عشان تشوفوه، اهو هو ده QR code اللي جابهولي. وكان معكم الطالب روضة محمد محمد، اتمنى تكونوا استفدتم.